المسألة كلها مسائل عقابية وتدابير إدارية في مواجهة الأشخاص المتورطين في مثل هذه الأفعال. إنما الهدف الأساسي إن إحنا نوصل رسالة إنه التحرش هو جريمة، وإن التحرش سواء المدرجات أو قاعات درس أو معامل أو مداخل أو طرقات، كلها إزاي تكون بيئة ضد التحرش وتمنع أي، لأنه جريمة التحرش لا تتم في الغالب أمام في داخل الجامعة، على الأقل لا تتم أمام الملأ، إنها محتاجة إلى بيئة